حضراتكم من جديد، برحب في الاستوديو بالكابتن ياسر داوود المدير الفني لألعاب القوى بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، نورنا ببيتك قناه النادي الاهلي. تسلم. وطبعا نورني في الاستوديو الكابتن رامي سعيد، لاعب النادي الاهلي ل 110 متر حواجز، يمكن دي لعبته الاساسيه واحد نجوم مصر في هذا السباق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا يا كابتن، نورنا. ربنا يخليك ونورك. منور قناه النادي الاهلي بيتك. ربنا يخليك يا كابتن. الحقيقه كابتن ياسر اجي لك، يمكن كان بينا لقاء السنه اللي فاتت هنا في المكان ده، والاستعدادات والمشاكل والصعوبات. طمني اخباركم ايه، الاستعدادات للموسم الجديد، المنافسات، طمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بالنسبه بطمنك وطمن قناه الاهلي وجمهور النادي الاهلي، الحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته، الى حد ما محددين اهداف الفريق سواء على مراحل سنيه مختلفه، والحمد لله ماشيين كويس يعني جاهزين. في لعيبه جديده انضمت لنا كابتن الموسم ده، ولا اعتمدت على نفس اللاعبين السنه اللي فاتت؟ يعني في نسبه بسيطه انضمت من 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 الاختبارات اللي احنا بنعملها في موسم الصيف بعد هيك العام الدراسي، بس هو مش كتير يعني. في المراحل السنيه ممكن اكاد يكون 2 أو 3 لاعبين، مش كتير. اه طب الموسم اللي فات اتكلمنا عن نتائج في الجهه العارف، طبعا ان احنا حصلنا على الدوري وكنا حاصلين على كل البطولات تقريبا، ولكن برضو طمني يعني قارن لي ما بين السنه اللي فاتت كبطولات ومخططاتك للسنه الجديده. هو احنا الحمد لله السنه اللي فاتت الحمد لله بنسبه 100% انجاز جميع المراحل السنيه للجنسين بنين وبنات والرجال والسيدات، حط في البرامج تحت 12 سنه. الحمد لله يعني الحمد لله كل بطولاتنا. الحمد لله كل بطوله دخلها النادي الاهلي حصل عليها، الحمد لله انجاز كبير واحنا عارفينه وكنا حاطين عليه الضوء كذا مره. بتهيألي ده بيصعب عليك المهمه شويه في السنه اللي بعديها ولا لا؟ اكيد اكيد طبعا، زي ما المثل اللي بيقال الحفاظ على المركز الاول اصعب من الوصول اليه. صح. اكيد طبعا بيبقى مسؤوليه اكتر ولود عصبي اكتر على جميع افراد الجهاز مش عليا انا لوحدي. صحيح. وده بيخلينا السنه الموسم الجديد بنطمع ان احنا نتفوق على نفسينا يعني. اي نعم، لا في منافسه قويه طبعا من انديه كتيره، انما احنا يعني هي دي روح الاهلي ان احنا باستمرار بنحاول نتفوق على نفسينا، وهي دي بتلعب قوه. انا اساسا الخصم بتاعي الساعه اول متر. صحيح. ففعلا بنحاول نوصل لانجاز افضل. انت تنافس نفسك دي صعبه يا كابتن برضه، يعني تقعد تنافس في نفسك وتنافس في الساعه يعني برضه. لا انا بتكلم بامانه، بيبقى الموضوع ممكن يسيبك بالملل في لحظه من اللحظات. يعني بتتغلب على دم اللعيبه ازاي؟ بنتغلب على دم اللعيبه باستمرار يعني الاهداف بتاعتنا بتتحرك يعني. اللاعب نفسه كبشر يعني باستمرار بيوصل لهدف ما. التحدي الذاتي ملوش نهايه يعني. صحيح. يعني انت بتحدد طيب وقت كمان، عايز تجيب وقت تحسن وقتك بنتكلم بنحسن اهدافنا يعني. لا احنا في احسن دايما بنقول في احسن، ما نجيش في حته ونقول احنا كده وصلنا للتوب، لان فعلا هي العاب قوى على طول في احسن، في تقدم من الاربعينات والثلاثينات والستينات حتى يعني. الارقام بتتحطم كل سنه بتتحطم الارقام. صحيح. على مستوى العالم، فهو الطموح البشري ملوش حدود. بنأثر على لعبتنا بهذا المفهوم يعني. انت كبني ادم طاقتك الى ما لا نهايه، عايزين نفضل احسن باستمرار، واحنا دايما حاطين المسطره الدوليه والاولمبيه قدامنا، معيار قدامنا. فبالتالي مهما اللاعب بيحصل بطولات وترتيب على مستوى الجمهوريه بيروح منتخب، بيبقى بينه وبين المستوى العالمي ما زال في بعض الثواني. صحيح. او السنتيمترات، فدايما بيبقى عايز يوصل لها. هنا بيتفرغ اكتر، بيبذل مجهود اكتر، بينام بدري اكتر، وهكذا يعني. صحيح. منظومه كامله،
وهو ده الدافع شغل بتاع. محترم وكلام محترم يا كابتن. يعني هروح لرامي سعيد، اول جمهوريه، اول عرب تحت 18 و20 سنه، اول افريقيا جامعات، ما شاء الله يعني بطولات يعني كبيره في سبق يعني صعب. صعب احكي لي عن السبق ده وقصته، وابتديت ازاي فيه؟ انا ابتديت كنت بلعب تايكوندو، فالمدرب بتاعي شافني في النادي فلقاني بسخن كويس وبجري كويس، فقال لي طب ما تيجي تلعب على قوه. المهم كان عندك كام سنه؟ ده من 2001 2002. انت كان عندك كام سنه كان عندي كام سنه؟ كان تقريبا 11 او يعني 12 سنه تقريبا، بس برضه مش صغير قوي يعني. فشافني ان انا بجري كويس فابتدى ياخدني العاب قوه. ابتديت العب العاب قوه من وانا عندي 12 سنه او حاجه زي كده، بس كنت بلعب 60 متر فلات، ما كنتش بلعب حواجز، ما كانش في ساعتها حواجز يعني في السن بتاعي. لحد ما جربنا ان احنا في ماتش كده في 18 سنه كان في اسكندريه ان احنا نلعب حواجز، فلقيت نفسي ان انا ماشي فيها كويس، معدي التكنيك عادي والسرعه كويسه بين الحواجز. فخدنا الوي ده بقى ان احنا نلعب حواجز. مشكله الحاجز ان في كل مرحله سنيه الحاجز بيعلى. يعني 18 سنه مثلا 91 سنتي، الدرجه الاولى 99 سنتي، ال 20 سنه اسف 99 سنتي، الدرجه الاولى اللي انا بلعبها دلوقتي متر و6 سنتي. كتير مجهده جدا ومتعبه. بس انا بستمتع باللعبه دي مهما كان تعبها، بفضلها عن اي لعبه في العاب القوه عشان انا بحبها وحاسس ان انا يعني مهما بتعب فيها انا بلاقي انجاز. بالظبط، لعلمك اللي بيحب لعبته بيبدع فيها، ده حاجه اساسيه. يعني لعبت كذا لعبه جنب الحواجز، برضو بروح الحاجز مهما التمرين. بالظبط، مهما كان التمرين قاسي في اي لعبه ثانيه، يعني ممكن اجري فلات اتعب ابقى مش قادر، بس حته الحواجز ديت ما بتعبش فيها، وممكن اجريها 300 متر حبيبي عادي. بالظبط حبيبي. طب انت قول لي برضو، يعني انت حصلت على بطولات، اكيد ليك تارجت عايز توصل له. بالظبط، ايه الهدف اللي انت بتتمرن له وحابب توصل له يا رب؟ الهدف انا دلوقتي الحمد لله بقى لي 4 سنين في النادي الاهلي بحقق اول جمهوريه درجه اولى ما شاء الله. هدفي التايم، هي الفكره ان انا بعمل فيه ستاندرد للاولمبيات، مثلا الكواليفيكيشنز بتاعت الاولمبيكس. انا كان نفسي اشارك في الاولمبيات اللي فاتت اتلعبت، كانت السنه دي، بس ربنا ما مقدرش ان انا في لسه اولمبياد جايه في 2020 ان شاء الله في طوكيو، مش بعيد. وفي بطوله عالم ان شاء الله اندورز السنه الجايه، وفي بطوله افريقيا السنه الجايه. شارك البطوله دي باذن الله. هو فكره المشاركه، المشكله ان احنا ما بنلعبش ماتشات كتير، الاتحاد مش منظم ماتشات كتير. هو ممكن يعمل تجارب، بس احنا بنحتاج ميتنجز بره، احنا محتاج ابزق. يعني انا على قد ما اقدر النادي الاهلي واقف جنبي، فكره ان احنا بنعمل تجارب كل شهر او حاجه زي كده قبل ما نخش الماتشات. بره جابوا تاني. بالظبط، احنا انا من اول ما طلعت درجه اولى وفي فقدان لحته الاحتكاك الخارجي ده. طب ليه الاتحاد ما بيسفرش الازمه الماليه ولا؟ بالظبط، هي في ازمه ماليه في الاتحاد. هو على قد ما بيقدر بيحاول يعمل تجارب هنا داخليه، بس في الاخر هي داخليه، بيحاول يزود ماتشات. احنا بنلعب ماتشين بس في السنه، ماتش في الدرع وماتش في الكاس، وكله بعد كده تمارين، وكله تمارين. فانا دلوقتي لما بطلع العب بره، يعني انا حتى وانا 18 سنه وانا 20 سنه لعبت بطولتين عالم، 18 سنه ولعبت بطوله عالم 20 سنه، واحده في كندا واحده في ايطاليا. الميتنج اللي بره، انا نازل بلعب مع الناس، في حاجه يعني انا حاسس ان انا بعيد نسبيا عنهم. تمرينات مختلفه، الجو العام مختلف. صحيح. عن اللعبه في مصر. يعني هنا في مصر مثلا بدي فرق اللي ورايا بتاع حاجز او نص حاجز، بفضل ربنا طبعا، بفضل المدربين وبفضل المجهود اللي احنا بنعمله. لكن بتطلع بره بتلاقي نفسك ان انت السبيد بتاعتك بتاعت اول حاجز ديت هي ده البيك بتاعي، وانا ماشي جنبهم. طب بعد كده هم بيفرقوا. طب انا عايز لا انت عندك ما هو عندي، بس عايز ادابشن بقى على الحته دي. ايوه، الثقه دي بتفرق كتير جدا، الانفعال، الحاجات دي، هي دي الاحتكاك. بالظبط، انما بدنيا وتدريب تقدر تجيبهم. بالظبط، احنا بالعكس احنا هنا بنتمرن اكتر بكتير قوي من التمرينات بره، وبنسبه كبيره نفس التمرينات اللي هم بيتمرنوها. احنا دايما الجهاز بتاعنا والكابتن بتاعي كابتن مير رفاعي ابديتد جدا بالحاجات الجديده اللي بتيجي بره، بس والتمرينات. بس هي الفكره كلها، طب عايزين نلعب ماتشات. احنا يعني انا بشوف مثلا صحابي خارجيين بيلعبوا 12 ماتش او 13 ماتش في السنه. صحيح. بس هي طب انا هطرح عليك سؤال يا كابتن، طب احنا ليه ما نحطش مجموعه من اللاعبين البرومسنج في النادي الاهلي، نشوف في كل سبق او كل لعبه مثلا 5 6، وانا متاكد النادي الاهلي عمره ما هيتاخر. يعني لو هي محتاجه يشارك في بطولتين دوليتين، اصل هو لاعب، لما لاعب بيطلع غير لما طلع فرقه. تمام. لاعب مهما كان اقامته وتذاكر طيرانه يشارك في يعني في 2 ايفنت مثلا في السنه اكيد هتفرق. هو ردا برضو على تكمله الحديث، يعني هو احنا في الفترات اللي فاتت
السنوات اللي فاتت كان مفهوم ان نطلع فريق النادي الاهلي يطلع يعمل لقاءات بره ما كانتش موجوده مطروحه اطلاقا يعني. هو نقدر نقول يعني احنا شغالين فيها بقالنا سنتين وبنعمل شكل هيكل نقول ايه بقى الموازنه للقاء دوان ميزانيه ازاي بالظبط وبتدرس الخريطه الخارجيه بالظبط انما الفكر ممكن يتغير شويه وزي ما انت بتقول لا في الفكره دي موجوده مطروحه والنادي الاهلي فيها اخر صدقني يعني تهيألي لو الفكره دي حطت لا دي حقيقه احنا انت مش طالب كتير لا انا بقول لك لو حط عينك على 3 4 بروفنسك زي رامي اللعيبه دي تبقى عندها واكيد يعني طبعا اكيد المسؤولين في النادي الاهلي بيتفرجوا عليها دلوقتي واكيد ان دي حاجه حتى بنقدمها لمصر يعني الموضوع ده ان حضرتك تقدر تحط 5 6 لاعبين ما بقولش فرقه كامله تسافر ولكن لعيبه الوعي دي لا موجوده الكلام ده وانا ابتدينا نتكلم فيه يمكن حتى من 3 شهور تقريبا وممكن من اخر لقاء كنا هنا فيه كنت انا ورامي حتى وفي بعض اللاعبين في الرمي وفي بعض اللاعبين بالسبرنت ابتدينا نتكلم وفي ناس منهم راح شاركوا بس بمشاركه فرديه في لقاءات دوليه موجوده هذه الفكره واطروحه وطلب مننا ان احنا نحط خطه مستقبليه لمده مثلا 6 شهور البطولات اللي جايه دي تبقى فين واللقاءات ايه ومين هيشارك يعني فيها يعني انت ممكن تحتاج كم لاعب يشترك في السنه مثلا كده في بطولات خارجيه؟ يعني هم نقدر نقول اجمالي لاعبين من 6 ل 8 ولاعبات من 2 ل 4 يعني 10 لاعبين او لاعبات في السنه كلها يشارك كل لاعب من دول في ايفنت واحد بالظبط سوري 2 ايفنت يعني يشارك في 6 شهور في ايفنت واحد بالزبط. يعني ممكن نتكلم الكلام ده في تذاكر الطيران ومصاريف اشتراك والكلام ده كله تعالى مش هتكلم النادي يمكن يعني ممكن كل اللعيبه دي تكلف النادي 1,000,000 جنيه في السنه مثلا يعني ممكن اقل من كده بتهيألي ان هو اللاعب هيكلف قد ايه؟ تذاكر وسفر و لا مفيش وبعدين اللقاءات دي واللي هي المنتديات دي احيانا بيبقى فيها الدعوات دي بيبقى فيها مثلا مثلا اللقاء عليهم ممكن بيقدموا بعض ممكن تذاكر بس بالظبط تذاكر ممكن تدرس البطولات حضرتك وتشوف البطولات اللي ممكن يساعدونا في الاقامه مثلا بالظبط وتسفر لاعبينا بالظبط ليه؟ لان انا بقول النادي الاهلي هنا بيقوم بدور الاتحاد لان الاتحاد مش قادر ومن اهداف النادي الاهلي ولائحته ان هو يحافظ على الرياضه في مصر مش بس النادي الاهلي. دي حقيقه وده اللي احنا بننفذه على فكره يعني اللي انت قلته ده كابتن مظبوط لان احنا كدورنا فعلا احنا عاملين كده احنا فعلا بنحافظ طبعا دي مهمه الرئيسيه بتاعت الاتحاد واللجنه الاولمبيه انما احنا فعلا كنادي اهلي احنا عاملين كده فعلا يعني احنا حتى في صدد اقامه 3 اكاديميات كبدايه تيستنج كده بنجرب فكره جميله برافو بنجرب عشان يبقى عندك تفريغ بصفه مستمره بالظبط يبقى من ناحيه بننشر اللعبه ومن ناحيه برتقي بالمستويات اللي عندنا وممكن الى حد ما بالهدف الثالث بقى انا ممكن اجيب دخل يكفيني او يغطي مصاريفي في هذه الاكاديميه صحيح. انما احنا بادئين في هذا المشروع وفعلا تم تقديم الكلام ده وانتظار الموافقه عليه ان احنا نبتدي ننفذه محتاج متابعه من حضرتك برضه أكيد. يعني ان شاء الله يكون معانا كابتن مراد عاصم مدير نشاط الرياضه والمهندس مراد عاصم اكيد جميل. هيكون معانا في فقره جميل. يعني من الفقرات واكيد هنتكلم عن الموضوع ده مش هيتاخر عن حاجه يعني بيتهيألي لو الدراسه متكامله ومقدم له مشروع متكامل وده دورك يعني تجاه اللاعبين بيتهيألي الدنيا هتختلف حقيقي ان شاء الله لا متوقع ان تختلف واحنا الفتره الجايه دي بس ان شاء الله الامور تستقر ك ك ك كانتخابات واتحاد وهيكل هنبتدي نتحرك ونقدم طلباتنا دي اللي هي المدروسه ومحسوبه ماديا وباذن الله متفائلين خير ده حقيقي ان احنا السنوات اللي فاتت دي لا في تقدم والناس بتسمعنا وانا بقول لحضرتك يعني كابتن عاصم السعداني يمكن انا معلش اكيد يعني طبعا. مدير نشاط رياضي هو عارف يعني بيتهيألي الحته دي هو ما بيتاخرش يعني حتى في الاشتراكات في مستوى الالعاب الجماعيه كابتن عاصم من اكثر الناس الدؤوبه على الحته دي عرضها عليه واكيد هيعرضها على مجلس الاداره وتبقى يعني خدمه كبيره بتقدمها لمصر ان شاء الله ان شاء الله موجود. طب اروح لرامي برضو رامي بيتهيألي بالوضع ده لو لقيت مشاركه في يعني حدث او اثنين سبق او اثنين دوليا وكمان الاتحاد ربنا يعني يكرمهم كده ويوفروا تمويل يقدر برضو يشاركك في يعني في سبق ثالث او رابع تهيألي كده يبقى الدنيا اتحركت ممكن تقدر تعمل حاجه. طبعا هو ده اللي بجد ينقص مش انا بس ده احنا كمصر يعني كالعاب قوه كلها احنا بينقصنا الماتشات الخارجيه. انا عايز اقول لك يا كابتن احنا فعلا عندنا ابطال كتير ابطال وخامات كويسه مش مش في الاهلي بس في كل حته ممكن النادي الاهلي يكون هو انت عارف الحل يا كابتن؟ الحل وانتوا صغيرين تبتدي بقى عندكم الرغبه في جامعات
امريكا خارجيه منح طبعا. ما هو انا يعني احنا كل الناس كانت بتفكر في الموضوع ده بس هي فكره بقى الاهل والقعده في مصر والكلام ده كله هو ده اللي بيخلينا احنا متمسكين بال انت تقعد في مصر. اه بالظبط ان احنا نقعد في مصر. لكن انا يعني مش هتكلم عن نفسي انا بس احنا فعلا يعني انا مثلا رقمي الشخصي 14.08 ورقم القياسي المصري 14.06. انا من 2013 لحد دلوقتي انا بحاول اكسر الرقم دوت مش عارف ثانيتين ده جزئين من الثانيه اه بالظبط جزئين من الثانيه. آه انا دلوقتي رقمي الماتش اللي فات 14.18 جزء الكواليفيكيشن بتاع الاولمبيكس والبطوله العالم 13.50 فرق 50 جزء من الثانيه. 50 جزء من الثانيه دول عايزين يعني تمرين عذاب التمرين موجود وكل حاجه بس محتاجين بقى الاكويبمنت مثلا اه باحتكاك الحاجات الادفانسد قوي التغذيه كمان والتغذيه احنا التغذيه مكلفه جدا يعني انا اه يعني انا يعني بصرف على نفسي في حاجات كتير والنادي بيدفع لي فلوس كتير في حته بس لسه بس بالظبط يعني حته بقى الاوتسايد ديت هي دي اللي فيها مشكله حته الخارجيه دي عشان دايما بتبقى مكلفه اكتر بالذات بعد المشاكل اللي حصلت والتعويم والكلام ده كله فبقت الحاجات خارجيه بقت غاليه حتى على نفسي يعني انا كان نفسي قبل الاولمبيات اللي فاتت ديت ان انا اطلع معسكر بره وعملت فعلا دراسه في بيلاروسيا ان انا اطلع بره وكلمت مدربين واتفقت وكل حاجه بس قعدت احسب حسبتي لا انا كتير عليك كتير انا مش هقدر انا باخد كام اصلا يعني انا موظف في البنك الاهلي بوفق بين الاثنين يعني حته ان انا ادرس واتمرن اخلص شغلي واطلع على التمرين ده ديلي الفلوس اللي بتجيلي عندي طفلين وانا 25 سنه ما كانش 25 سنه بس ففكره بعد التعويم الدنيا بقت صعبه جدا جدا ففكره ان انا اقعد اصرف على نفسي طب فين طب وبعدين انا بحاول على قد ما اقدر قال له كابتن ياسر فعلا حته المشروع اللي هيقدمه ده او اللي هو درسه وبيقدمه انا متاكد والله ان اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كابتن ياسر وفعلا هو يعني انا واثق ان هي مساله وقت بس ان شاء الله الوقت ما ياخدناش عشان الدنيا ما تاخدناش يعني لا مش هيعدي عشان ده هدفي والله انا من وانا صغير حاطط قدامي ومش هدف انا بس هدف مدربي وهدف الجهاز الفني ومن اول ما جيت النادي الاهلي انا حاسس ان روح النادي الاهلي دي كلها بتاثر علينا في التمرين يعني انا طب ما انا باخد اول جمهوريه طب ما انا ممكن اقعد في البيت وهنزل العب مثلا تمرينتين في الاسبوع وهنزل اخد اول بفضل ونعمه من ربنا بس هي الفكره في حاجه ان انا لا طب ما انا بتمرن كل يوم عشان في بره 1000 واحد بيتمرن كل يوم صبح وبعد الظهر انا قبل ما اشتغل كنت بتمرن صبح وبعد الظهر وفي ثانويه عامه كنت بتمرن صبح وبعد الظهر فهو ده هدفنا ده النادي الاهلي حته ان انت لا انت ايا كان انت سنك ايه وايا كان ان انت ترتيبك فين من اول جمهوريه لحد الثامن كلنا هدف واحد وكلنا تارجت واحد ان احنا هدفنا الساعه ان انا عايز اعمل الكواليفيكيشن ان اللي ما لعبش انا بالنسبه لي انا وبالنسبه للمدرب وبالنسبه للجهاز اللي ما لعبش اولمبيكس ديت يعني ما لعبش رياضه اللي ما راحش الاحتكاك بتاع الاولمبياد ده ان شاء الله تروح وبقول لك انت يعني تنحت في الصخر الحقيقه بالظبط هو ده اللي احنا بنعمله بس احنا محتاجين زقه بس لا ان شاء الله يعني بس الزقه تبقى موجوده باذن الله اكيد النادي هيبقى متاخر بس برضه لما بتلاقي لعيبه عندك بالروح دي الحقيقه يا كابتن يعني تعب همتك بتبقى سهله هو بصراحه في زي رامي ما شاء الله يعني نسبه كبيره زي رامي كده الروح دي موجوده وهم دول بيخلينا يعني نضغط ونقفل يعني احنا مثلا الوحده التدريبيه بتاعتنا ساعتين 120 دقيقة، ال 120 دقيقة دي المفروض نمرن فيها كل الايفنتات ونلحق نخلص قبل ما الساعتين يخلصوا عشان الوقت عشان بعدينا في ناس تانية داخل الملعب فالروح دي اللي بتخلينا زي ما بيقولوا يعني نتغلب على حاجات كتيرة ونخطط بدرجة أدق وده يطلع وده يخش وهكذا إنما الروح دي هي الجميلة هي اللي بتدفعنا دايما أكيد اكيد طبعا اكيد بقول لي يا كابتن برضو يعني اكيد في انديه ممكن تنافسك ممكن لعيب يعني بيطلع في نادي بيبقى في جيل معين بيطلع في نادي انت شايف الانديه اللي بتنافسنا مين والله احنا بقى الانديه اللي بتنافسنا دي مش بندي كل واحد حقه يعني بتتغير على مدار الزمن يعني انا ايام ما انا كنت بلعب كان نادي الزمالك المنافس الرئيسي بتاعنا النادي الاهلي بعدها اتغيرت الامور شويه دخل سبورتنج اسكندريه بعد كده بقى اتحاد الشرطه الرياضي سموحه مش عامله في العاب الكوره حاجه بس مهندس فرج عامل اعرفه يعني دقوه في الحته دي لا ولو لا دخل سداله لو دخل في العاب القوه سموحه هيولع الدنيا لا للاسف سموحه بعيد عن المنافسه في العاب القوه يمكن كان في ايفنت او اتنين احنا العاب القوه 22 ايفنت ف
فهم يمكن بنفس فيد او اثنين. المنافس الرئيسي بتاعنا دلوقتي نادي الجيش، نادي تبع الجيش. يعني هو حاليا هو المنافس الرئيسي بتاعنا، وتحتيه اللي بيدعمه ست مؤسسات على مختلف على اختلاف محافظات جمهوريه مصر العربيه. دول زي الاكاديميات، شبه الاكاديميات بتاعته يعني. لان المميز فيها بينتقل للمنافسه لينا، يعني المميز فيها بينتقل لنادي الجيش وبعد كده بيطلع ينافسنا انا يعني. فحاليا ده المنافس الرئيسي بتاعنا، انما احنا ما زلنا الحمد لله كويسين ومتفوقين الحمد لله يعني. طب قول لي برضو يعني بالتقريب كده يا كابتن، يعني انت اكيد عارف ميزانيتك العاب قوه قد ايه في النادي الاهلي؟ من 4.5 ل 6 مليون. يعني بس ليه بقول الارقام دي؟ عشان الناس تبقى عارفه النادي الاهلي قد ايه شايل عبء يعني. يا جماعه دي حقيقه. خلينا نتكلم بامانه انه في غياب او في الحاله الاقتصاديه الصعبه اللي بتعيشها البلد دلوقتي، النادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا، لان الاتحادات اصبحت مش في حالتها اللي قبل كده عشان التعويم والاشتراكات الخارجيه زي ما كنت بتكلم مع رامي دلوقتي. فالنادي الاهلي دلوقتي ميزانيته مليار، فالنادي الاهلي بيقوم بخدمه كبيره جدا للرياضه. الحقيقه مفروض ان احنا نساعد النادي الاهلي، مش النادي الاهلي مش طالب مساعده ماديه او مش طالب مساعده يعني من اي شكل من الاشكال. النادي الاهلي قادر برجاله وقادر بعقلياته اللي موجوده فيه ان هو يقدر يطور من نفسه، ولكن يعني ما نحاربوش، يعني سيبوه شغال في حاله وسيبوه هو شغال، هو هيوصل اللي هو عايزه. شايفين العاب القوى الاتحاد مش قادر يقوم بدوره. كابتن ياسر بيقول لنا ان ميزانيه النادي الاهلي من 4.5 مليون ل 6 مليون على العاب القوى في الوقت اللي اللعبه ما بتجيبش داخل النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي قايم بدوره. ونتمنى الزياده كمان ان شاء الله في النادي الاهلي. يعني كابتن ياسر يعني اكيد حضرتك يعني بتنادي من فتره طويله ان يكون فيه الملعب، والملعب دي حقيقة. بدايه الملعب بداية. بتنادي ان برضو الملعب يتم تطويره، وانا عارف ان في اجراءات بتحصل في دي. يعني شايف ده ازاي؟ انا عايز اقول قبل الملعب، احنا عندنا في العاب القوى 22 لعبه على مستوى البنين ومستوى البنات. يعني البطوله الواحده بيبقى فيها 44 مسابقه. النادي الاهلي بيشارك في ال 44 مسابقه، اللي حسه بنتكلم عن انديه منافسه مثلا بدون ذكر اسماء، في بعض الانديه بتشارك في مسابقه او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته. احنا 44 بالظبط. فانا عشان بمناسبه اللود اللي علينا او اللي فعلا العبء الملقى علينا، احنا النهارده بشارك في 44 مسابقه، ما فيش مسابقه ما بشاركش فيها سواء كان بنين او بنات او حتى الاطفال براعم. فده عشان كده انا النهارده ببقى مميز، شئنا ما بينا بقى نتكلم، لا انا مميز لان انا بشارك في الاربعه، وده نادرا ما بيحصل. ساعدني بقى ما تحاربنيش. بالظبط بالظبط. وبدي والناس دي كلها ليها مكافئات وليها ملابس وليها لايحه كامله. بالظبط لايحه. فانا النهارده لما اعمل الكلام ده يعني زي ما حضرتك بالظبط، ما تجيش من بره، ما تجيش حاجه تعطلني من بره. يعني خاصه ان انا مش لعبه بتجيب دخل، لعبه ما لهاش اقبال جماهيري، فمفيش حد، مفيش فلوس بتجيلي، انا بصرف جهه تصرف. ما تضغطنيش. الملعب هيساعدني طبعا في ده تماما. دي ان انا النهارده ال 120 دقيقه بتوعي دول انا ممكن اخليهم 24 ساعه. بالظبط 24 ساعه بالظبط. يعني انا اقدر النهارده يبقى عندي فترتين المدربين يخشوا 4 ساعات صباحي واربع ساعات مسائي، يبقى 8 ساعات. يبقى اذا اكيد شيء طبيعي عدد الممارسين هيزيد، بالتالي عدد الابطال هيزيد، بالتالي عدد المميزين على مستوى مصر. البطولات بقى العالميه ومصر يقدر يزيد. يزيد لان انا القاعده عندي لو هم 200 لما يبقوا 2000 اكيد هيبقى الـ 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 صحيح. وهنا عايز اقول حاجه بمناسبه الملعب، يعني الملعب ده ممكن يبقى جهه دخل. يعني النهارده انا في بعض البلدان الاوروبيه بالظبط المعسكرات عندنا، احنا مميزين في العاب الرمي، مدربينا والاجهزه الفنيه ولاعبينا مميزين. النهارده في بعض الدول الاوروبيه بالظبط اللي عندهم التلج كمان ده هيجي معسكر بتاع هنا، خاصه الجو عندنا طول السنه كويس لان احنا لعب اوت دور. بالظبط يعني احنا لعب اوت دور دي حقيقه. هو ده اللي انا ان شاء الله في التصور موجود. ما هو برضو بتهيألي يعني كان برضو رامي، يعني يمكن استاد الاهلي الجديد لو انتوا طرحتوا حاجه زي كده ان يبقى فيه تراك كويس او ملعب كبير لالعاب القوى، بتهيألي برضو دي هتبقى تفرق معاك انت كلاعب لو متمرن في ملعب على ستاندرد عالمي. هو كمان غير الملعب الستاندرد، التوقيت، الوقت نفسه. احنا دلوقتي بتمرن ساعتين، فعلا زي ما كابتن ياسر قال ساعتين قليل جدا. انت لو عايز تعمل بطل عالم او تعمل بطل اولمبي انت عايز تعمل ساعتين 8 ساعات. فهي حته الوقت ديت فكره دي اول حاجه. فكره بقى المكان نفسه، على الاقل تبقى عارف انت تتمرن جوه النادي الاهلي براحتك، تخلص زي ما كابتن ياسر قال انت بتزود فعلا القاعده، قاعده اللعيبه
طب هسألك سؤال يا رامي، انت شايف دلوقتي انت لعيب دلوقتي بطل جمهوريه وكده، شايف اللاعبين اللي طالعين القاعده بتزيد ولا بتقل؟ لا بتزيد. بتزيد بتزيد طبعا، بتزيد كل سنه عن التانية. من الصعوبات اللي احنا شايفينها. لا لا بتزيد، ما هي فكره ان زي ما قلت لحضرتك، هي روح النادي الاهلي، فكره ان كل مدرب خايف على النادي، وكل مدرب عايز يكسب الدرع وعايز يكسب الكاس وعايز يخلي فيه لعيبه بسايد البطولات المحليه ناس تطلع بره. يعني انا بسم الله ما شاء الله كل اللعيبه اللي معايا في التمرين كلهم من رينج 16 لحد 18 سنه، فكره الهدف بتاعهم ان هم عايزين يلعبوا بره ويلعبوا اولمبيات، وبيكلموا معايا في ميتنجز بره وعايزين نعمل كذا، طب انت يا رامي عايز تعمل، طب انا ممكن اجيب فيزا ازاي، طب يعني الكالتشر دي بالظبط مش بتاعهم يعني. انت كل اللي عليك انت تيجي تتمرن وخلاص، بس احنا عشان اللعيبه احنا مرينا بالمراحل دي كلها، فبنحاول بالظبط بنحاول نهون عليهم الدنيا شويه، ولما يشوفين انا متماسك والدنيا وربنا يكرمنا ونفضل متماسكين كده، ده بيخلي اللعبه كلها اللعيبه كلها لا عندهم فكره الروح ديت، وعندهم فكره ان مش مشكله ساعتين، طب ما انت احسن ما تقعد في البيت يعني، لا ما اتمرن ساعتين دول مش مشكله، وربنا يكرم فيما بعد الدنيا لو مشيت هيبقى ساعتين. طب مع المنتخب ما بيجمعكوش حتى؟ طيب والله يا كابتن يديكوا وقت اطول. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان للاسف ما فيش فريق قومي لعبكم يعني. دي حاجه احنا يعني انا مستغرب، ده احنا عندنا كنز يا كابتن ياسر، كنز الالعاب الفرديه والالعاب القوه وطبيعتنا الجسمانيه يعني تناسب كل السباقات وكل الايفنتات. يعني الواحد حزين على ده يا كابتن والله، يعني ليه هل الازمه الماليه؟ ما فيش معقول الازمه الماليه، يعني ما اقدرش اقرع خمس ست لاعبين، مش ممكن. هو بنسبه كبيره للاسف الازمه الماليه، يعني على مستوى الاتحادات هي ازمه ماليه. بالنسبه لينا طبعا كنادي، انا عندي العاب القوه بمناسبه مش عقود، هي لائحه تنظم اللعيبه. فهو لاعب زي رامي ممكن في وقت من الاوقات يعني، بس هو طبعا مش عايز اقول زي رامي يعني، حد تاني شبيه ممكن يجي اول ما يتجوز ويبقى عنده طفل او خلاص هيبقى، لان العائد اللي بيتي اولى بالفلوس اللي بصرفها على نفسي. هو زي ما هو قال، هو بيحب اللعبه، هو بيحب عشان كده عاشق ليها، عشان كده مستمر والحمد لله ربنا بيديله فيها. في ناس ثانيه ما بتحبش اللعبه، عايز مصلحه، عايز يعني عايز يحسن وضعه المادي الاجتماعي، فبيشوف بديل خلاص مع السلامه. انما زي ما انت قلت في كنوز عندنا كتيره، بس انا متفائل بصراحه الفتره الجايه ان يا رب بعد قانون الرياضه، ويا رب بعد تفعيل دور اللجنه الاولمبيه بالشكل الكبير ده، يا رب نشوف ان يحصل دعم للالعاب الفرديه. ده مهم قوي يا رب، ده مهم قوي، لان زي ما حضرتك قلت وهو قال، احنا الدعم ده ما كانش يجي يعني اللعبه مش جماهيريه، ما بتجيبليش دخل، يعني صحيح كتر خير النادي. طب انا ممكن اقلص بقى تخليص، مش مصلحه حد، صحيح ولا نادي ولا منتخب ولا جمهوريه مصر العربيه. صحيح يا كابتن ياسر، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا كابتن ياسر. ليك ان اديتك الفرصه دي، يعني لقائك معايا اسعدني صراحه، وشفت قد ايه انت بتبذل مجهود. كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه، شكرا جزيلا نورتنا يا كابتن. شكرا ليك وشكرا للقناه ولكل محبي النادي الاهلي والناس القائمين على العمل، وربنا يوفقنا الفتره الجايه ان شاء الله. ده بيتك يا كابتن ان شاء الله. بشكر رامي سعيد طبعا لاعب او سباق النادي الاهلي، يعني مسافه 110 متر حواجز وبطل الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، ويا رب يعني المشاكل اللي انت بتشوفها دي تحل قريبا يا رب باذن الله ان شاء الله. نورتني وشرفتني يا رب، ربنا يخليك. شكرا جزيلا لحضراتكم، فاصل وهنرجع، هيبقى معانا يعني اثنين من فتيات الذهب الحقيقه، هيبقى معانا شروق فؤاد طبعا صانع العاب الفريق الاول للكره الطائره سيدات، ومعانا كمان مريم متولي العائده طبعا من العمليه الجراحيه والاصابه، هيكونوا معانا بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد، لسه عندنا فقره مهمه هنحط الضوء على الفريق الاول للكره الطائره سيدات، ما تروحوش بعيد.